تحية من تحيات شامخات من قلعة مجونة بلدة الورد والورود والخناجر. هنا أتواجد بتعاونية، نعم تعاونية تو تيروار داكوغ فرنسية، ها هي بالعربية كما كتشوفوا. لا ما نصورش، ما نصورش. تعاونية تو تيروار بالعربية وبالأمازيغية، فيستيفال دي روز ما كيشاركوا فيه. اوكي شوفوا معايا سميتو بارا بارا لي تيروا لي برودوي اللي عند هاد الناس. بالضبط في سميتو زاوية أكرت، في زاوية أقرب يعني الدخلة ديال قلعة مكونة زاوية أقرب. نعم واخا نشوف هنا السيدة اللي يمكن الفاية ما غاتصورش ولكن ممكن تعطينا بعض المعلومات حول الورد بصفة عامة وقلعة مكونة كبلاد بالتخصص ولا بالخصوصية ديالها هو الورد. نخليكم مع لي برودوي مع المنتوجات المختلفة و السيدة اللي مكلفة بالنقل شوفوا عملية التقطير كيف يقطعوا. هذا الصفاف، هذا الصفاف ياك سيدي سواك بنت انا الصفاف بغيت نقول سواك سواك. اوكي يعني مزيان هذا مزيان مزيان واخا ناخذ منه توا شويه خدي شويه الماء مقطر وعندهم جوج الانواع واحد اللي مقطر يعني 100% اباز دو روز يعني هذا وكاين على بغيتي شي حاجه اللي ما عرف كي دايره كل واحد يعني كي الجوده عندها ثمن وحوايج اخرين عندهم ثمن. تيروار دي ماروك تريزور دي موند catalogue exposant exhibitor guide exhibitor's guide oui, en anglais pavillon Maroc hall. OK الأغلبية غير الكوزميتكس سميتهم الأغلبية. هذه قطارة شريفية، قطارة صغيرة، قطارة صغيرة كاينة قبلها. هذه كما قالت لي السيدة قطارة صغيرة وغادي ندخل إن شاء الله باش تعطينا نشوف القطارة الكبيرة. ها هي قطار كبيرة مصورة هنا اوكي واخا الشريفة نشوف فوالا يعني المرحلة الأولى هذا استشمار كي سيشوار كي تني تني بسوف هذا تي تي بس وراه يمشي في الحيز من الماء تيمشي من الماء ولكن هذا تني بسوف نعم هذا كيتصدر لبرا تيمشي للشينوا تيمشي هكا عير كي عير كي بلا تيمشي للشينوا هكا كيستعملوه في الاتاي وكيستعملوه في الادويه اتاي تنسمو بها اتاي الصينيين الصينيين كيسمو بها اتاي فعلا وهذا راه سميتو الورد الدمشقي الورد الدمشقي وتيكون في لفان ديال شهر 4 نعم حتى لفان ديال شهر 5 نعم المهم هذا السيشوار بالنسبه ل شهر 1 شهر 1 بالنسبه لهنايا كاينه قطار هي ديال قطار
يو خصني هي ندير الضوء نعمل لهنا وطرق طرق كبير يعني العمليه تقدم ديروها الخضر خضر مباشره كنديروا هنايا 100 كيلو ديال الخضر داخل الخضار هذه هذا هو نعم الخزان هذا شحال 400 كيلو في الضرب اذا كان مغرب بزاف كنديروا 400 كيلو 400 كيلو في العشيه وكتكون الشديره كتعطي لها داك لافابور كيضرب في الوقت كيتفور وكيجلس هذا وكتم عمليه التقطير كيتقطر نعم ملي تيبرد كيجي لهنا كيقطر لهنا الزيت والماور عمليه التقطير العاديه نعم وبالنسبه للماور راه كيلو الماور كيعطينا لتر ديال الماور كيلو بيضرب يعني جاوب تقريبا وي ولكن بالنسبه للزيت الويليسونسيين ما قريت 4 طن في الورد باش تاخذ لتر ديال الويليسونسيين 4 طن ديال الورد تعطينا لتر واحد ديال الزيت ديال الزيت الاساسي ديال الورد اوكي وبالنسبه للثمن ديالو العام الاول العام الفايت تبعت 13 مليون لتر الويليسونسيين هذا العام 16 مليون والدولة 13 مليون لتر ديال الزيت الأساسي ديال الورد و شنو الاستعمالات كاين؟ كيستعملوه في الطب وكيستعملوه في الكوزميتيك في الباخار كيستعملوه في السيكاتريسات كيستعملوه في الطب بخصوص الطب وكيتصدر نعم وشحال كتنشو ديال 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 الموارد ديال التقطير على المروارد؟ الموارد كنديرو كل عام على حسب هذا العام تقريبا درنا 13 طن 13 طن نعم و سميتو 13 طن اذا على داك الشيء راهين بكميه الورد اللي تنجات اه الكنز اللي جبنا هنا حيت كاين ما بلاص اخرين نعم بحال المسجد الكبير راه هو اللي كيتسد كاين معمل كبير كاين المعمل الكبير ولكن هو ما تبع الدوله كيتسد دابا تيتسد تيحل هو غير في الوقيته ديال الورد في الموسم هو في الموسم وكيسطر هو الغرض ديالو هو الزيت هو كيزيد الزيت كيسطر باش يديروا دي شيء مزيانين لا دابا في هذه الوقيته هما تيكونوا شتي كيسطر نعم وكيفاش نعم شكرا سميتو كيفاش كتم العمليه ديال الغرس وانت في جني وش لا هو حيت انا اول مره كنجي بغيت الناس تما اللي ما عرفوش ما عمرهم جاو الغرس ديالو اصلا الغرس ديالو جاو كان في الاول كانوا الناس يديروا باش يعلموا يعني كل ولد يعرف الحدود ديالو في الجنان نعم وكان رخيص دابا الناس كيتصدر وطلع في الثمن عام بداو الناس مؤخرا بداو كيغرسوا نعم وكيغرسوا في شهر ولا ثلاثه 12 كيتغرس ودابا فوقاش كيجنيو قلتي ليا ان موا شهر واحد لفان ديال اربعه حتى لفان ديال خمسه كيسالي وهذاك المهرجان والزواج وكاين شي ماشي الزواج لا تيكون غير الموسم الويكاند الاولى ديال شهر خمسه كيديروا الملكات الجمال والورود ملكات الجمال والورود هذا ديال الزواج اللي قلتي راه تيكون فيه ميتشيل ماشي هنا ميتشيل اوكي بون سمحي لي وسميتو كونديسيون دونتري فوالا كاين هنا بعض التعليمات لافاج مثلا اوبليغاتوار بلوز دو ترافاي اوبليغاتوار اه وي مسائل أمنية ومسائل وقائية كما كتشوفوا صال دو ترياج و سيشاج هنا في كتم عملية النشيف ولا الشفيف عفوا اللي كنشوفوه هنا بالدارجة اوكي انا كنشوفوه هنا عادي اوكي الورد عادي نشوفوا هذا سميتو جهاز تسمى الصدر عام معروطي البحث الزراعي اغروتيك برنامج البحث والتنمية لقطاع الورد بقلعة القونة لكن هاد التعاونية راها بزاوية دوار زاوية أكرد أكرد بالضاد نعم فعلا كاينه ريحه الورد اذا مساهمه حتى المبادره الوطنيه للتنميه مساهمه مع في التعاونيه نعم التعاونيه الفلاحيه تو تيغواغ كوبيراتيف اغريكول تو تيغواغ اوكي
نعم احبتي، غنخرج دابا للعرض، قاعة العرض من جديد. نعم تعاونيا بدوار زاوية أقرب أقرب لقى نعم أقرب صوري عساك ماشي مشكل ماشي مشكل ان شاء الله اخوان وهذا اصدقاء ولادي بارك الله فيك مرحبا الله يبارك فيك الله يسلمك غادي ناخذ شويه من هذا الخدمه عندك هذاك من الشجره ديال الكركاع هو باقي شي تما وقيلا دير لا خصك ديهم من شويه شحال ديال الوحده 5 دراهم اخر ثمن شحال هذاك هو الثمن ديال الناس اللي كيتسناو الثمن ديال ولاد البلاد هو هذاك شكرا جزيلا الله يحفظك اذا كما شفتوا خدينا شويه ديال هذا ضروري باش شويه ديال الورد وبهذه الصوره الجميله استودعكم الله وأجمل وأطيب المنى مني للجميع تمظهر لمعاناة داخلية هي تمظهر ربما لاحتقار الذات الجماعة الحضرية كما ترون النجاح بومان دادس استحضر بطريقة آلية لا شعورية مصدر الدوات أو الذات التي أنا أعتبرها ناجحة وإعادة بنائها نحن في مدخل القرية بومان دادس هذا الضوء إلى درجة أنه يصدق نفسه على أساس أنه هو صاحب وكما قلت لكم راني كان متحرس باش يدخل في متاهات مشروع التحرير السائل وكي كان اشغال هذه القريه هذه كنحرص على بشكل او باخر تصوير المداخل ومخارج المدن والقرى لانه لا يستطيع ان يصل الى كل النموذج الذي يريد ان يحققه جانبان مهمان جمالي واثيران على حياه الشخص ربما جعلان من اللي كتقرب لي ذاتها وبنيتها في المدارس اللي كيتأدى التربية نعم بول قرية بول مال دادس هوتيل ريستورون لا كاسبا دي دادس ومال دادس دائما اللون الاحمر كتبيه
المريح لوجداني والعيني والروحي. نعم أحب هذا اللون كما يسميه روج كتوبية. ثانوية عرفش وش كده ديورة تجيليا بالقرية قرية كبيرة جدا ماشي قرية مدينة هذه كاسبين عند مدخل قرية مدينة يعني عندها بعض ميزات المدينة لك المقياس والمعمار طبيعة المعمار والبنية التحتية ماشي درجة التمدن والتحضر ما عرفش اليمين بومالن تينغير رشيديا على اليمين مضايق دادس ثقافة أخرى معمار آخر. نعم نعم هنا مفترق لكن المدار مضيق دادس مضايق دادس نشوفوا هذا مخرج حوض استسمح السياقة والتصوير راه باش كنتعود عليهم ماشي مشكل ايتما نوظف المسائل اللي شريتها بعض الآليات والصور الباب باش ساعدنا بحالة السيبو هذا السيبو كما كتشوفو كيلا اوديل الى اللقاء في دي غورج دو
ندرس إن شاء الله. وتحية مفعمة بالود والصفاء. تحياتي للجميع، تحية من جديد للأعزاء والعزيزات في الطريق إلى مضايق لغورج دو ديديس. شوفوا معي طبيعا اللي ما بغيش تشفوتني. أوكي واد ثم كنلاحظوا، شوفوا معي طبيعة التضاريس عودنا في الطريق إلى لغورج دو ديديس. لون أحمر أثيوبيا، لون الأرض هنا، مسجد صنوعة جميلة جدا. أوكي. يعجز اللسان وتعجز الكلمات عن وصف هذا الجمال لمن يراه جمال، يراه جمالا. Des jardins du Dadis. سعيد لمشاطرتكم هذه الرحلة
شويه هنا في هذا المكان الامن وناخذوا بعض ونواصل التصوير ديال هذا الفضاء وهذه المناظر اللي تعجز اللسان انه يوصفها. نعم وإلى هنا عند هذا الوادي وهذه المناظر الخلابة استودعكم الله.